الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الأحد السادس من الأحد هو أحد الاستنارة، لأن الكنيسة في الزمن الأول تخلي كل الموعوظين ينتظروا إلى هذا الأحد، أحد المولود أعمى، ونعمدهم وبعد كده يدخلوا على أسبوع الآلام، الاحتفال بدخول المسيح الهيكل وبعد كده أسبوع الآلام. علشان كده بنسميه أسبوع الاستنارة، ولأنه فيه صنع المسيح معجزة علشان يستنير الإنسان بمثل هذه المعجزة. وهنا نتكلم شوية كيف يستنير الإنسان، إيه العوامل اللي بتخلي الإنسان يفتح عينيه ويستنير. بكل تأكيد أنه عمل الله الحقيقي في داخل الإنسان، أي عمل روح الله القدوس فينا، هو الذي يعطي هذه الاستنارة للإنسان. ونحن جميعنا نلنا هذه النعمة بالمعمودية، أنه الله أرسل إلينا ابنه الوحيد الذي صار إنسانا مثلنا لكي نصير نحن مثله، وبالتالي أرسل هو لنا الروح القدس لكي يكمل فينا عمله كل أيام حياتنا، ويضع فينا علم الاستنارة في داخل قلوبنا. فعل عظيم يعمله الله في داخل قلب الإنسان كل يوم. فعشان كده كل واحد مننا يشوف إيه هي علاقته بروح الله القدوس اللي في داخل قلبه حينما ينظر بالعيان أو ينظر من خلال عمل روح الله القدوس. وبالتالي عمل الله فينا هو أننا نرى، يعطي استنارة، يعطي نعمة علشان نشوف عمل الله فينا. لكن في الحقيقة كتير من الأوقات الناس بيبقوا مربوطين بالمنظور، مربوطين بالملموس، مربوطين بحياة إنسانية طبيعية، وبالتالي ما بيقدروش يشوفوا ما هو وراء في عمل روح الله القدوس فينا. علشان كده ادي فرصة من خلال الإيمان بعمل الله الخلاصي في داخلك عشان تقدر تفهم تدبير الله لحياتنا الأبدية. الله وضع علينا قصد إلهي محدد، هذا القصد الإلهي أن نحيا معه في الأبدية، أن يكون لنا هذه الاستنارة، أن نكون مشابهين لصورة ابنه. قصد إلهي ثابت فينا، وإن ما قدرناش نفهم هذا القصد يظل الإنسان محصورا في حياة أرضية، في حياة عملية، ومش شايف حياته الأبدية. عشان كده الاستنارة الحقيقية ان احنا بنشوف حياتنا الأبدية، بنشوف القصد الإلهي اننا نحيا معه كل حين. ولكن في هذه الاستنارة تحتاج ايضا الى اعمال العقل، لانه الانسان المخلوق على صورة الله لابد ان يستفيد ويستمتع بالنعمة الإلهية التي أعطانا لها، هي العقل البشري القادر أنه يحلل ويفكر ويفتكر ويعيش حياة مقدسة، وكمان هو عقلنا مربوط أيضا بما هو وراء. يعني عقل الإنسان مخلوق بطريقة أنه يقدر يربط ما بين الآن والأبدية، ويقدر يربط ما بين اللي متقاس واللي غير متقاس، يقدر يربط ما بين الملموس وغير الملموس. ده ربنا خلقنا كده، ادانا هذه النعمة ان احنا نحيا فيه. علشان كده اعمال العقل هام جدا علشان نقدر نشوف عمل الله فينا. لكن العقل المستنير هو الذي يستطيع ان يرى بهذه الاستنارة عمل الله في حياته. وبالتالي هنا لما الإنسان يؤمن ويؤمن بعمل روح الله القدوس، يستنير عقله لفهم القصد الإلهي في حياتنا. وهنا يقدر الإنسان يقول أني الآن قد أبصر، عشان هو يشوف قصد الله في حياته. وقصد الله واضح لنا أنه ربنا بيظهر نفسه لنا في كل عمل.
فبالتالي هو تجسد علشان يظهر لنا نفسه. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي وفي حضن أبيه هو خبر، لكن استمراره أيضا موجود في حياتنا، أنه يسكن فينا، أنه يعمل فينا من خلال كنيسته ومن خلال الأسرار المقدسة. فبتكون الكنيسة هي استمرارية لعمل الله الخلاصي في حياتنا، وبالتالي وضع لنا الأسرار المقدسة، وضع لنا الطقوس الكنسية، وضع لنا كلمة الله المكتوبة، من أجل أن الإنسان يستنير بهذا العمل العقلي، وبالتالي بياخد هذا العمل العقلي المستنير بفعل روح الله القدوس ويدخل إلى الكيان الإنساني، فيستنير الكيان الإنساني بفعل روح الله القدوس فينا. وبالتالي لما بنشوف هذه المنظومة كلها بنقدر نرى أن حياتنا الإنسانية المربوطة بالحياة العملية الأرضية هي تستنير أيضا بفعل روح الله القدوس علشان يشوف الإنسان القصد الإلهي في حياته. وبالتالي هنا لما تيجي تسأل نفسك إيه هو بقى قصدك أنت الإنساني في حياتك، لو كان عندك قصد مختلف عن القصد الإلهي في حياتك يظل الإنسان في ظلمة في داخل نفسه. لو كان قصدك الإنساني مختلف عن القصد الإلهي يظل الإنسان محصورا في داخل نفسه، وإذا كان قصدك الإنساني مخالف للقصد الإلهي بتدخل في دائرة ظلمة أنت ما تقدرش تطلع منها إلا بفعل روح الله القدوس حينما ينير لك الطريق. وبالتالي هنا الله يضع لنا خطة إلهية لحياتنا، لكن الإنسان لو وضع خطة أخرى لحياته يفشل. عشان كده خطة الله في حياتنا هي خطة نيرة، خطة مبهجة، خطة للخير، وخطة أبدية، خطة لحياة أبدية. لكن لو الإنسان ما قدرش يفهم هذه الخطة من خلال أنه مش قادر يشوف القصد الإلهي، عشان كده ركز فيه أنك أنت تشوف القصد الإلهي اللي في حياتك، شوف انه الله خلقك من اجل مهمة خاصة لحياتك. اوعى تنشغل بالعالم، اوعى الغواية تاخدك، لان الغواية هي انه الانسان يستجيب للغواية فبالتالي بيبعد عن القصد الالهي، زي بالضبط ما حصل مع ادم وحواء، انه بكل بساطة الغواية دخلت فخدت عينين ادم وحواء من انهم يركزوا على ربنا، وخدتهم إلى أنهم يركزوا في نفسهم. وأول ما الإنسان يبص على نفسه فقد هذه الاستنارة. عشان كده اوعى تبص على نفسك، واوعى تبص على العالم، اوعى تبص على مقتنيات العالم، لأن كل ما في العالم هو إيه؟ ما شهوة جسد وشهوة عيون وشهوة كبرياء اللي هو تعظم المعيشة. عشان كده كل ما هو للعالم هو عداوة لله، لكن مش العالم اللي هو احنا بنعيش فيه كل يوم، لكن محبة العالم هي عداوة لله. وعشان كده لا نحب العالم، وكل يوم في الكاثوليكون نقعد ننهي القراءة بأن لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، علشان الكنيسة تفكرنا ان لنا هدف أسمى، ان عندنا خطة إلهية لابد ان نسلك فيها. ربنا وضع لنا أعمال صالحة، نحن مخلوقين في المسيح من أجل أعمال صالحة قد أعدها الله لنا لكي نسلك فيها. فربنا أعد لك أعمال صالحة عشان تسلك فيها، بس أنت يا ريت تشوفها إن هو ده الطريق اللي ربنا يديهولك. عمل الاستنارة يحتاج إلى خضوع لله، إنه الإنسان يخضع لكلمة الله، يخضع للتدبير الإلهي الذي وضعه. علشان كده حينما نخضع لكلمة الله، نخضع للتدبير الإلهي اللي ربنا وضعه لنا، نخضع لكنيسة، نخضع لكلمة الله في كل وقت، بالتالي هتبص تلاقي هناك استنارة حقيقية، الإنسان يقدر يشوف حياته الأبدية. وبعدين هتبص تلاقيك بتلقائية طبيعية أنت بتشهد للمسيح، لأنه الذي يستنير هو الذي يستطيع أن يشهد للمسيح. الذي هو يحيا في ظلمة نفسه وفي ظلمة العالم
لا يستطيع أبدا أن يشهد للمسيح حتى ولو تكلم عن المسيح. فنحن لا نستطيع أبدا أن نتكلم عن المسيح دون حياة واختبار حقيقي مع المسيح، ولا ننشغل أبدا عن المسيح نفسه حتى ولو بالكلام عن المسيح. احنا حياتنا الحقيقية هو المسيح. كتير من الناس يحيوا مثل الفريسيين، يتكلمون على الله ولكنهم لا يحيون حياة مقدسة ولا تقوية ولا حياة بر ولا حياة استقامة. عشان كده الاستنارة الحقيقية هو الإنسان أنه عارف قصده الإلهي إيه، عارف كويس قوي أنه طريقه هو إيه، وبالتالي لا يحيد عنه حتى ولو الغواية حبوا يشدوه بعيد عنه. ما تبصش لبعيد، بص للمسيح، ولما تبص للمسيح وتركز فيه هتلاقي حياتك أصبحت أكثر استقامة وأكثر نعمة، وهتبص تلاقي فرحة أبدية تعيش بيها. ربنا يديكم كل نعمة وبركة، ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد. أمين.